كان يمكن قبل مداخلة كابتن خالد لاموشي معانا في السادسة، كابتن هشام بيتكلم على الفارق في المستوى يعني اللي ظهر بيه الأهلي في بداية مشوار في كأس العالم في أول شهر فبراير، وصولا ل في تراجع حصل في المستوى، في هزة، ممكن يبقى فيه إجهاد، ممكن يبقى فيه يعني مشكلة عند بعض الأسماء اللي خلينا نكون في منتهى الوضوح والصراحة لا حضروا في مباراة الهلال ولا حضروا في مباراة سان داونز. هل ده طبيعي؟ هل ده منطقي؟ وإزاي نطلع من ده قبل الصعب؟ لأنك أنت مطالب بالمكسب سواء في البطولات المحلية أو في ماتشات دوري الأبطال عشان تقدر تستمر في المنافسة على الألقاب دي. هرجع لقصه التدوير. النادي الاهلي عنده مش اقل ما شاء الله من 25 لاعب سوبر. 25 لاعب سوبر يقدروا يحاربوا في كل المنافسات او يشتغلوا في كل المنافسات اللي شغاله. عندي منافسه الدوري، عندي منافسه كاس، هيبقى كمان كان نهائي الكاس هيبقى ضد بيراميدز، عندي كمان بطوله افريقيا. انا مثال التدوير حاجه مهمه جدا، زائد الاستشفاء. انا شايف برضو التدوير في 2 3 يا صاحبي، يعني مش شايف التدوير اللي هو بياخد مثلا اقدر اشغل الناس، بالذات الصفقات الجديده انا مش شايفها بتاخد بشكل يعني حتى يعني ما شاء الله. امبارح مروان كان رائع في الماتش، في الجيم كان مين كان رائع امبارح من وجهه نظرك يا كابتن؟ هتكلم في البدايه، مش عايز اقول لك مين ما كانش رائع، بس مين كان رائع؟ لا احنا دخلنا يعني الاهلي دخل في الدقيقه 46 من الشوط الاولاني، الاهلي ما كانش موجود، كان حاسس ان هو مشدود قوي عايز ياخد الثلاثه بونت باي طريقه، وده اثر عليهم في الملعب، ما كانش هادينا زي. لكن بشكل عام كان شايف مروان كان مؤدي دوره بشكل كبير جدا جدا رائع. كان واحد يمكن لم يكن افضل لاعب في مباراه امبارح. يمكن انا بس قصه برضو هرجع للجيم، بس طبعا انا عارف ان كل مدرب ليه دماغه وليه قناعاته. يمكن عرفت بحضرتك ان محمود اتغير عشان خاطر مصاب بين متولي شوطين. متولي متولي اتصاب، لكن انا كان ليه علامه سيئه على عبد المنعم بالذات، ان احنا كنا النادي الاهلي كان في كل الكور الثابته بيقدر بيعمل منها خطوره كبيره جدا. بتتكلم على تغييره عبد المنعم. وكنا نقدر في الوقت ده ان احنا على الاقل من كره ثابته، ان كانت 2-2 نقدر من كره ثابته نخطف، واحنا خطفنا من كره ثابته. محمد عبد المنعم جاب الجول الثاني من كره ثابته، فكان عندي حاجه احنا ناجحين فيها. فخروج عبد المنعم، عبد المنعم جاب الجول الاولاني بالظبط، الشحات هو اللي جاب التاني. انت كان بالنسبه لك وجود منعم في المباراه انه يستمر مهم عشان الكره الاولانيه، واقدر اغير. انت شايف زائد تغيير هجومي يا استاذ احمد، بدل ما كنت النهارده سرداك بسرداك، يبقى عندي تغيير هجومي اقدر اشتغل بيه، بالذات ان كان فاضل كام، حوالي 10 دقائق. طب خليني اسالك بالسؤال بشكل تاني. سان داونز فرقه كره محترمه، ده ما فيش جدا اتنين يختلفوا عليهم جدا، لكن انا بشوف ان عندهم نقاط ضعف كتير جدا كابتن هشام. هل بتشوف انه الاهلي قادر، وايه الاسباب اللي تجعله قادر على انه يكسب سان داونز في ملعبه؟ كان في امبارح نقطه النادي الاهلي ما استغلهاش. سان داونز كان خايف من الاهلي، كان خايف قوي، كان خايف جدا، ودي كان نقطه. كان النادي الاهلي عارف لما يكون في فرقه خايفه منه بينزل في خلال ربع ساعه تلت ساعه يخلص عليهم، هو ما حصلش امبارح، فده ادى ثقه يا احمد لسان داونز، خلاهم حسوا لا ممكن ممكن، وحصل. احنا النهارده برضو لازم هاني يفهم ان انا النهارده كباك رايت قصتي 50 50، مش بهاجم بس، لان احنا ضربنا من ورا هاني، ودي هو مش هاني بس بصراحه، هو امبارح خط دفاعنا ما كانش في حالته بصراحه. الهدفين اللي استقبلتهم شباك النادي الاهلي، ايوه، بالاضافه للكم الرهيب، خلينا نعترف انه سان داونز امبارح كان خطير، مش بس في الهدفين اللي سجلهم، بس انا بتكلم يا احمد مؤكده تمام في كوره يعني اتكررت لا يقل عن 6 7 مرات في الماتشات اللي كانت بتحصل. دايما الاطراف بتاعنا في عندهم مشكله، يمكن علي معلول مظبط القصه دي، حتى طلوعه بدا بحساب. النهارده هاني انا لازم اكون عندي الفكر ان انا النهارده لو ما اتضرب يعني لازم رقم واحد ادافع كويس، لان انا ما بلعبش فرقه قليله يا زحمه، ايوه انا بلعب فرقه من ابطال افريقيا وعندهم باع كبير جدا، فانا النهارده لازم اقفل كويس وابني دي. الشوط الاولاني انا رحت والناس بدأوا يشتغلوا في الولد درجة اسمه مش فاكر اسمه اللي هو القش ناحية الشمال ده، عمل كل عن 3 4 كور، يبقى اقف شويه لحد ما وحصل منها الجون اللي اتعمل بالعرض. طب ليه؟ فانا انا 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 النهارده بدور عشان اجيب جون، لقيت نفسي متاخر بجون الزعيم. متاخر بجون. الفرقه دي تهاجمها في ملعبها ولا تلعب معاها متحفظ، ولا البونت هناك مكسب بالنسبه لك؟ النادي الاهلي كبير والنادي الاهلي يقدر يرجع تاني بشكل جيد، ولكن انا بتكلم برضو لازم يبقى في تحفظ. انت خايف من ماتش القطن مبدئيا؟ طب انا قبل ما نروح لسان داونز، انا اي فرقه بعمل حسابها. انت النهارده انا معاك، انا معاك في ده طبعا. انت قلت كلمه في البرومو كويسه جدا، فرقه مش في دماغها،
وما تخافش غير من الفرق اللي في المخ. عايز النهارده بيلعب للاستمتاع، بلعب النهارده عشان اظهر نفسي قدام الاهلي. قصتهم صعبه جدا، ولكن انا عارف الاهلي بيقدر من المواقف الصعبه يرجع تاني الفارق الزمني.